الخطر الحقيقي على العالم هو الإسلام كما هو متاح ومتداول الآن في عالمنا العربي والإسلامي. واكتشفنا الحقيقة خاصة في السنوات الأخيرة اللي كثرت فيها حوادث الإرهاب أن هولندا الراجل طلع يعرف الإسلام كويس وقال إنه اللي بيحصل ده مش هو الإسلام الصحيح، والراجل برضو بتاع كل رؤساء العالم اللي حصلت عنده، حتى الراجل الطيب الغلبان اللي لا من حارتنا ولا من بيتنا، الراجل بان كي مون الغلبان يعني برضو طلع عارف الإسلام أكثر مننا، وإنه يعني ده كله لا يعبر عن الإسلام الصحيح. وكل الجماعات القائمة في المجتمع الإسلامي منذ فجر تاريخها لحد النهاردة كل منها يقول أنا بس من يعرف الإسلام الصحيح. ونكتشف في النهاية أن كلهم عارفين الإسلام الصحيح، والناس اللي مش عارفينه بس هو احنا من نعرف الإسلام. أو لو قارنت بين رؤى الفرق الإسلامية ما هو الإسلام الصحيح، ستكتشف أن النبي محمد الوحيد اللي ما كانش يعرف الإسلام الصحيح، لما بينهم من فروقات واسعة. يعني بس أنا شخصيا أود أن أقول لكم من فضلكم زيدوا حقن الإسلاموفوبيا في العالم، من فضلكم عرفوا العالم أنه في خطر ساحق. أي مسلم يعتقد أن دينه صالح لكل زمان ومكان فهو إرهابي بالضرورة. كل العقارب تقتل، لكن هناك عقارب قد قتلت بالفعل، وهناك عقارب لم تقتل بعد. الفرق بينهم أن التي لم تقتل بعد لم تجد الفرصة لتقتل، لم تجد نفسها على الطريق لممارسة أفضل تقرب إلى الله، أفضل قربة إلى الله في الإسلام، هي الانغماس في العدو. أفضل قربة إلى الله هي فريضة الجهاد،